متابعة منا دائما لهذه القضية ينضم إلينا عبر الهاتف ديار بن داود مراسل تلفزيون النهار بولاية يارد، وكذلك سيد زبير بشرول وهو رئيس المنظمة الوطنية لحماية الطفولة والشباب. استهل الحديث معك ديار بن داود، صباحك سعيد. ديار، تابعنا في التقرير مجهودات للمواطنين، هل كان تضعنا في الصورة بعد تقريبا 6 أيام ندخل اليوم السادس من اختفاء إكرام، دور السلطات هنا لأن لاحظنا تحرك الجيران والمتطوعين؟ نعم زميلتي، يعني لحد الساعة لا زالت الأوضاع كما هي منذ اختفاء يعني الطفلة إكرام الأحد الماضي. وحسب متابعتنا للقضية فهناك فقط بعض الهبات الشعبية من طرف يعني مواطنين وشباب في حملات متواصلة للبحث طالت بعض المناطق المحيطة بمدينة تيارت، وكانت آخرها التي رافقناها من خلال مع بعض الشباب بغابات المحيطة بالمدينة، للإشارة أن يعني ما يجلب الانتباه لحد الساعة أن هناك من يستغل وضعية هذه العائلة ويروج يعني ويروج للإشاعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وهو ما أثر سلبا يعني على معنويات أفرادها وزاد من معاناتهم. ديار بن داود فقط، وهم يعني نعم. أنت أشرت وتابعنا أنه الهبة الشعبية هم مواطنون ومتطوعون كذلك، ماذا عن السلطات المعنية؟ نعم، لحد الساعة حتى يعني حسب تقربنا من أفراد العائلة هم يتساءلون عن السلطات بمختلف هل يعني قامت أطيافها. هل قامت يعني مبدئيا هل قامت هذه العائلة بالإجراءات التي تستوجب عملية بدء التفتيش من طرف السلطات المعنية وكذلك حتى فتح تحقيق؟ والله لحد الآن السلطات المعنية بالبحث هي يعني محصورة في الجهات الأمنية يعني الشرطة والدرك الوطني يعني للوصول إلى دلائل حول فرضية حتى الوصول إلى فرضية اختطاف الطفلة، لأنه لحد الساعة والمعلومات المتوفرة لم يتم العثور على دليل واحد يكون يعني كبداية خيط للوصول إلى حقيقة اختطاف أكيد، الطفلة. لأن المواطن البسيط لا يمكنه أن يقوم، ليس عمله أنه يقوم بعملية نعم. التحقيق لوحده، نعم. هنا السلطات المعنية. ديار، نعم نعم نعم، يعني العائلة تتساءل فقط يعني بالنسبة للسلطات مثلا الإدارية أو مثلا أطياف المجتمع المدني، على الأقل يعني موافقة العائلة أو زيارتها أو مساندتها، لأن لحد الآن يعني لم نشاهد يعني مسؤولين محليين يعني زاروا العائلة أو ساندوها في محنتها هذه. أكيد ديار بن داود مارس تلفزيون النهار، نعم. ستكون لك متابعة لهذا الملف، يعني تفضل ديار. نعم زميلي، فقط هناك بعض المعلومات يعني كما قلت لك يعني تتداول، منها يعني هناك معلومة أن العائلة تلقت اتصال بأن الطفلة متواجدة بولاية تسمسيل، وقد تنقل بعض أفراد العائلة إلا أنهم يعني رغم البحث في كامل ولاية تسمسيل إلا أنهم لم يعثروا على شيء. وفي هذه النقطة بالذات يعني كان هناك اتصال حدد من داخل مدينة تيارت داخل هاتف عمومي، وقد تدخلت يعني السلطات الأمنية هناك للتحقيق تدخل مع إذن. الصاحب. نعم هناك تدخل من طرف السلطات في عملية التحقيق في هذه النقطة بالذات. نعم ديار، نعم نعم، يعني السلطات الأمنية يعني لا زالت هي تحقق وتدخلت للتحقيق مع صاحب الهاتف العمومي يعني أن الذي أجرى الاتصال البارحة فقط. هناك معلومة جديدة أن كذلك يعني مصالح الشرطة لاحقت أو طاردت سيارة مشبوهة بحي التفاح يعني أين تقطن عائلة الطفلة، لكن بعد ذلك تبين أن السيارة لا علاقة لها يعني باختفاء. إذن هناك مجهودات تبذل، هناك مجهودات يعني على حد نعم. معين. ديار بن داود مراسل تلفزيون النهار بولاية يارد، جزيل الشكر لك على هذه المداخلة.